أهلا بيكم في الحلقة الـ14 من يلا هوميوباثي. اتكلمنا كتير عن الهوميوباثي ممكن يساعدنا في ايه. النهاردة هنتكلم ممكن يساعد الأطفال حديث الولادة ازاي. الأطفال حديث الولادة طبعا ياريت نأخر دخول الأدوية قدر الإمكان، ياريت ما نديش أدوية طبعا إلا بس الضرورية جدا اللي محتاجينها. فهنا الهوميوباثي بيوفر لنا حل مثالي، حل جيد جدا، آمن، مناسب جدا للأطفال. هو أحد الأدلة إن الهوميوباثي مش بالإيحاء، لأن الأطفال الحديث الولادة ما ينفعش نوحي لهم إن هم يخفوا. أغلب الأمهات بتشتكي من بكاء لأطفالهم، بكاء أطفالهم المستمر وعدم الرضا والمغصات والرغبة في الشيل الدائمة. فأفضل العلاج للأطفال اللي هي الزنانة جدا جدا جدا، اللي ما بترضاش أبدا وعلى طول عايزة طلبات طلبات، هو نبات الكاموميلا. كاموميلا هو نفسه نبات الشيح اللي احنا عارفينه وبنستخدمه أحيانا كنبات عشبي، لكن استخدام الهوميوباثي أقوى شوية وبيأثر على الناحية النفسية للطفل، بيخليه أهدى وبيساعده جدا في فترات التسنين. وأنا الحقيقة حابة أشكر كل الأطباء الدكاترة أطباء الأطفال اللي بيتشاركوا معانا واللي بيسمحوا إن احنا نجرب مع الأطفال كحل أولي دايما الهوميوباثي. في حالة ان الطفل ما استجابش طبعا بيبقى فيه اكيد تدخل اخر، لكن ان احنا نجرب الهوميوباثي مع الاطفال دي حاجة ناجحة جدا، وخاصة ان الاطفال بيستجيبوا اسرع بكتير. فاكرين لما قلنا في احد الحلقات ان العلاج احيانا بيتم من ورا لقدام، الخط الزمني بيمشي. الاطفال ما عندهمش خط زمني، فبالتالي بيخفوا بسرعة جدا واستجابتهم اسرع، لان ما عندهمش امراض مركبة فوق بعضها، طبقات فوق بعض. من ضمن المشكلات اللي بيتعرض لها الاطفال كمان هي المغصات، واحيانا أطفال كمان بتوصل بيهم للترجيع أو بيحصل لهم أوجاع في بطنهم وبيسموها الأطباء الارتجاع. من ضمن العلاجات المناسبة جدا للمشكلة الصحية دي هو نبات اسمه نوكس فوميكا. طبعا بكرر إن الحلقات هنا غرضها الوعي والمعرفة، لكن مش معناها أبدا إن أنت عشان عرفت المعلومة دي تدي الدواء مباشرة لابنك، لازم مراجعة متخصص. فضل لنا حلقة واحدة بس، استنونا المرة الجاية مع يلا هوميوباثي.